صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أمر ملكي رقم 21 لسنة 2016 نص على تعيين السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشارا لشؤون الإعلام بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.